بسم الله. لما دوست ان انا عايز ملف جديد نيو، نفتح ملف جديد مبيظهرلوش حاجة خالص غير 4 لوكيشن، كل واحد فيهم بتحدد الاتجاه من الاتجاهات الـ4، وكل اتجاه فيهم بيجيب لي واجهة من واجهات المبنى. هقفل اللوحة ديت واجي هنا، يعني على سبيل المثال ده بيمثل الشرق، ادوس على كليك يمين واقول له جو تو اليفيجن فيو، جاب لي صورة نموذج المبنى من الشرق. طيب لو انا عايز دلوقتي اعمل ايفيشن خاص بيا، مش عاجبني انا اعمل حاجة الايفيشن دوت، اروح لفيو ريفيجن واحط الايفيشن خاص بيا. تمام، اول ما اجي اعرف عليه على حتة السن الصغير دوت بيقول لي ده الجزء اللي هيشاف. انا هكبره شوية كده بحيث لما تسلك كيك يمين واقول له جو تو اليفيشن يجيب لي الجزء دوت من المبنى. عايز اخلي شكل اوضح بقول له فاين، هات لي الديتيل بتاعه اكتر. عايز شكل هيتبع واخراج وكده، شادنج ويز ايدج، جاب لي صورة واضحة جدا للمبنى من جهة الشرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرو سليم.